مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، ما زلنا في شريف الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. معنا سؤال: لو في يوم فاتني صلاة الضحى ممكن أصليها تاني، وإيه الوقت المتاح لصلاتها؟ صلاة الضحى سنة مستحبة عند جمهور الفقهاء، بيبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة، وحتى قبيل وقت الظهر بحوالي تلت ساعة أيضا. صلاة الضحى كما هو وارد هي زكاة عن بدن يعني زكاة على بدن الإنسان، أنت يعني في نعم الله غارق، فهذه زكاة عن هذه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك. ونستشهد في ذلك أو في هذا السياق بما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، يعني كل مفصل وفقرة في جسد الإنسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه أقل يعني أقل عدد ركعات أقدر أصليها وإيه أكتر؟ أقل صلاة الضحى ركعتان، أقل حاجة ممكن تصليها، وأكترها 12 ركعة. وطبعا لا تكره الزيادة، لو أنت حبيت تزود أكتر من كده لا تكره الزيادة عن ذلك. ومن فاتته صلاة الضحى يجوز له أنه يقضيها، والمختار للفتوى جواز قضاء النوافل الرواتب، وده لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكره. أنت نسيت صلاة وارد، أو نمت عن الصلاة، كفارة الذي نسيت القيام بأدائه أو الذي فاتك القيام بأدائه بسبب النوم، إنك على طول تصليها أول ما تقوم من النوم، أو أول ما تتذكر أنك يعني سهيت عن صلاة معينة. وذكر بعض العلماء أنه هذا عام، أو أنه هذا الحديث يعني وهما بيشرحوا هذا الحديث قالوا ده عام، هذا الحكم عام في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، أنه الإنسان يقضي الصلاة التي عليه فريضة كانت أو نافلة، إن الحديث مطلق يعني ما فيش ما يقيد هذا الحديث أو يضيق مفهومه، إنما هو ذكر بعض أهل العلم وقالوا لا ده يشمل الفريضة أو النافلة كذلك. بس نصيحة بسيطة خروجا من الخلاف الفقهي، ينبغي إن احنا نراعي بس إن يكون القضاء في غير أوقات الكراهة، عشان كده بننصح بأن يكون القضاء بعد فريضة الظهر مثلا، أو ما لو تيسر، أو ما تيسر لكم في صلاة الليل، يعني نختار الوقت ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والفتح، وأنه يجعلنا كده يزدنا إحسانا وتوفيقا. اللهم أمين يا رب العالمين، واللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.